بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كيف الحال آه ان شاء الله الان في عنا تكمله محاضرات السيستم اليوروجينيتال آه الدكتور عمر درويش الله يجزيه الخير شرح آه اول خمس محاضرات آه وظل تقريبا يمكن ثلاث محاضرات او شيء زي هيك ان شاء الله تعالى راح آه نشرحهم آه خلال هاليومين يعني هاي محاضره ان شاء الله وصفي عندنا محاضرتين ان شاء الله يمكن بكره يكونوا مشروحين والله صراحه اشتقنا لكم زمان الواحد ما سجل بعتذر جدا عن تاخير اللي آه طلبوا المحاضره والله حكم على راسي من فوق لكن عارفين كيف الوضع رمضان والعيد وهيك ولا والله بالبال وبتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله باذن الله غير تجيبوا اعلى علامات الميك اب وكثير سهل وكثير بسيط اللي بيدرس ويتوكل على رب العالمين او يتوكل على رب العالمين ويدرس الامور كثير راح تكون سهله باذن الله فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم توفيق كل من رب العالمين فيا رب اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكن الى انفسنا طرفه عين فلا حول ولا قوه لنا الا بك يا الله بسم الله فالان في عندنا محاضره كثير سهله وكثير بسيطه بايلو نفرايتس اند يورينري تراكت انفكشن يورينري تراكت المعروف الان هذا اليو تي اي هو عباره عن ايش الان انا في عندي بالوضع الطبيعي في عندي المثانه هي اللي هي بلادر ومن هون في عندي اليوريثرا تمام وفي عندي من هون اللي هم اليوريترز واحد يوريتر واثنين يوريتر وفي عندك هون هي الكيدنيز واحده هون واحدة هون الان شو اليو تي او الـ Urinary تراكت انفيكشنز الان بنقسموا الجهاز اليوروجينيتال هذا او اليورو سيستم الى ايش قسمين في عندك ابر وفي لور فالابر اللي هو من البلادر وفوق خلينا نحكي وفي اللور اللي هو البلادر واليوريثرا فلما يجي يحكي لك يو تي اي اما يكون عندك lower يو تي اي اللي هو اما يكون cystitis اللي هو التهاب البلادر او انه يكون يوريثرايتس اللي هو التهاب اليوريثرا هذا بسموه lower urinary تراكت infection او بسموه كومن يو تي اي يعني يو تي اي العادي واللي اذا كان يو تي اي فوق باليوريتر او بالكدني بي وغالبا بيكون بالكدني مع البلفس تاع الكدني فبسموه بايلونيفرايتس بايلو يعني البلفس تاع الكدني ونفرايتس اللي هي الكلية فبصير في عندي التهاب هون هذا هو البايلو نفرايتس فالبايلو نفرايتس هو نفسه عبارة عن يوتي اي لكن بالجزء الفوقاني من اليورناري سيستم فنحكي لك الآن بايلو is one of the, uh, of the most common disease of the kidney and defined as inflammation affecting the tubules انترستيشيوم اندرينال بلفس البلفس ينصاب مع الكدنيز البلفس أه والكدني الكدني شو اللي بنضرب فيها بنضرب التيوبيولز تاعتها الانترستيشيوم تاعها واذا تطور كثير بضرب البابيلاي تاعته هسه رح نشوف البابيلاي كيف ممكن رح يصابوا باذن الله فالان بيجي يقسموا البايرونفرايتس هاي اللي هي التهاب الكلى مع حوض الكليه الان قبل ما نيجي نقسم ونعرف شو الطبخه فيه الان مش حكينا هي الرسم هون الان شو اللي بصير غالبا اللي بصير هي عباره انه في بتيجي بكتيريا هون وبتصيب المنطقه هاي بصير عندها التهاب الان هاي البكتيريا من وين جايه شوف بحكي لك 98% من الامراض البيور اللي يصيروا عندي بصيروا من وراء السندنج انفكشن يعني بكون انا مثلا موجود وعندي هون بصير عندي ايش التهاب بالبلادر التهاب بالبلادر من اعراضه انه انا يصير في عندي فريكونسي انه بروح الحمام كثير ديسيوريا حرق اثناء التبول ايرجنسي انه هيك فجاه لازم اروح على الحمام وممكن يصير في عندي كمان شويه تنقيط من هذا من هاي السرعه اللي فجاه بتصير نتيجه انه البلدر بصير كونتراكشن بسرعه نتيجه الانفلاميشن اللي فيها بس غالبا هاي الثلاث سيمتومز اللي بيجي فيها المريض ما بيكون عندك فيفر ما بيكون في عندك بين إلا بين وين سوبر بيوبيك بين يعني مكان المثانة نفسها أو مكان البلادر أما فيفر ما في لكن لما نيجي نطلع فوق بالبايولين بيكون في وجع بالخواصر بيكون في عندك في فيفر نوزيا فومتنج اللي هو سيستميك سيمتومز الان سيستميك سيمتومز بس تشوف انه في UTI with systemic symptoms سيستميك This is ذيس از الان وين جاي البايولين جاي غالبا من ascending infection يعني بيكون في عندي التهاب بالبلادر سيستايتس بطلع هذا الالتهاب لفوق وبصيب الكدني البكتيريا بتطلع وبتصيب الكدني هاي واحد من ايش آه الاسباب وهي الموست كومن كوز الان السبب الثاني انه بيجي عن طريق الدم انه واحد بيكون في عنده سبسز او انفكتيف اندوكارديتس والبكتيريا راحت واجت على الكليه عن طريق الدم انه هي الاورطه والاورطه ودت رين الارتري ورين الارتري ومنه راح على على الكلى البكتيريا لكن هذا ايش فيري رير الان الموست كومن اسيندنج انفكشن انفكشن بالبلادر وطلع لفوق فالان بنقسم عندي البايونفرايتس الى اكيوت بايونفرايتس اللي هو ايش فجاه بصير واول مره زي هيك مش شرط اول مره يعني بس انه فجاه بصير آه يعني مش إشي مزمن مش كرونيك الآن شو اللي بصير عندي بحكي لك generally caused by bacterial infection and is associated with the urinary tract infection يعني إيش بكتيريا في بكتيريا وصار في عندي بكتيريا بهاي البايلو آه نفريتيس وهذا آه يسموه acute pyelonephritis أنا شخصيا صارت معي acute pyelonephritis صراحة كثير مؤذية انا شو كانت اللي صار عندي صار عندي سيستايتس وصار بعد بعدين من السيستايتس ascending انفيكشن لفوق وصار عندي اكيوت pyelonephritis فرايتس فيري باد ديزيز كثير كان سيء الحمد لله اللي عافانا كرونيك pyelonephritis من اسمه شو يعني كرونيك pyelonephritis فرايتس انه بحكي لك الان هذا الشخص نفسه يتعرض كثير لاكيوت pyelonephritis يعني اليوم صار عنده اكيوت pyelonephritis فرايتس والاسبوع اللي جاي صار عنده pyelonephritis واللي بعده صار عنده pyelonephritis وهكذا يعني ايش ريكرانت بوتس اوف انفكشن ريكرنت <applause> تمام فهذا الاشي راح يؤدي بالاخير الى كرونيك بيونفرايتس او سبب انه يكون ايش انه مش عندي دائما غالبا بيكون اسيندنج انه بيكون في عندي اوبستراكشن هون مثلا في عندي اشي مسكر هون فالبول ما بيلاقي طريق انه يطلع لبرا كثير فبرجع لورا بصير ارتداد فبرضه بعمل لي اسيندنج انفيكشن مره اخرى الان من اسباب الاسيندنج انفيكشن اللي بيصير في عندي انه بيكون في عندي اوبستراكشن هون مثلا اوبستراكشن عند الرجال وعند النساء عند الرجال بصير في عندهم obstruction نتيجة إيش؟ لما يكون في عندهم benign prostatic hypertrophy أو hyperplasia بالمنطقة هاي البروستات بتتضخم مجرى البول أو اليوريثرا ماشية من خلال البروستات فإذا تضخمت البروستات بتضغط على مجرى البول المار خلالها فبمنع أنه بعيق حركة البول أنه يطلع لبرا فهذا الإشي راح يخلي إيش؟ ارتداد إلى الخلف من, من البول الشغلة الثانية كمان عند النساء اللي هو السيرفيكال كانسر لا سمح الله انه الوحدة اذا كان في عندها كانسر بالسيرفيكس اوف ذا يوترس عنق الرحم بيصير برضو نفس الشيء راح يضغط على اليوريثرا من احد الاسباب كمان اللي هو بسموه ريفلكس ديزيز ريفلكس اللي هو ارتداد شو اللي بيسوي لك الارتداد هذا الريفلكس غالبا بحكي لك ريفلكس عند الاطفال بيصير شوف بالوضع الطبيعي المفروض انه البول لما يتجمع بالمثانه ما يرجع لورا ما يرجع ليش لانه في عندك هون وان واي فالف عندك فالف بنزل اليورين بس ما بيرجع مرة أخرى إلا إذا كان في ضغط كثير عالي نتيجة انسداد قدامه أو إنه هذا الفالف خربان كيف خربان شوف الرسم هاي بحكي لك الآن بالوضع الطبيعي مجرى اليوريتر هاي خلينا نحكي هذا إيش هاي السمك هذا هو عبارة عن إيش هو عبارة عن thickness of the bladder يعني هذا هو جدار البلادر بالوضع الطبيعي بيجي اليوريتر وبدخل زي هيك بالبلادر شايفين كيف داخل بشكل إيش عرضي تمام؟ طيب. فشو اللي بصير هون؟ بيجي اليورين يدخل من هون ويدخل إلى داخل البلادر. لما تتعبى البلادر تضغط زي هيك فبيسكر عندك هذا، بسكر بس تعبى البلادر بيسكر فما يرجع عندك بول. لكن إذا كان عندك أنت هي البلادر ثيكنس أو الوول بيجي الـ 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 اليوريتر مش داخل كويس، داخل زي هيك اليوريتر. فهذا راح يظل فاتح يعني لو ضغطت أنت الطريق فاتح، مش زي هيك جاي حتى أنك أنت لو ضغطت يسكر. آه مره ثانيه فهذا الاشي راح يؤدي الى ريفلكس بصير عند الاطفال غالبا طيب فاذا هاي الكرونيك بايونفرايتس هي ايش مور كومبلكس ديسودر بيكون في بكتيريا الانفكشن بلايز ا رول يعني البكتيريا انفيكشن نفس الشيء بس ايش في عندي اذر فاكتورز اي شيء كرونيك زي ايش انه يكون في عندي ريفلكس زي اللي حكينا قبل شوي غالبا عند الاطفال يكون في عندي اوبستراكشن نتيجة إما سيرفايكال كانسر أو بناين بروستاتيك هايبرتروفي وهذا الإشي بتكرر بتكرر to repeat episodes repeat episodes of acute بيولنفرايتس uh, uh, بتكرر بيولنفرايتس أكثر من مرة بالأخير يصير في عندي كرونيك بيولنفرايتس هاي الكرونيك بيولنفرايتس خطيرة ليش؟ لأنه الكلى أول مرة بتنصاب بتتضرر 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 آخر شيء آخر شيء الكلى بتحكي إذا ما بعدين معك والله قرفتوني أحكي لكم خلص فبتصير تموت الكلية بتصير تموت بتغير شكل الكلية بصير فيها ايش سكارينج سكارينج بصير فيها زي ندوب انه خلاص مات الجزء هذا صار فيه fibrosis وزي هيك فالكلية بتخسر جزء منها واذا خسرت الكلية جزء منها راح تخسر وظائف لها وراح يزيد عندك الضغط و و و و هو سيريوس كومبليكيشن اوف يورين تراكت انفكشن ذات افكت ذا بلادر ذا بلادر سيستايتس ذا كدني والكولكتنج سيستم اللي هو ايش بايرين فرايتس اور بوث يعني بايرين غالبا بتكون صايبه الكدني مع البلفس وغالبا بتكون مصاحبة للسيستايتس ليش؟ ليش مصاحبة للسيستايتس؟ لأنه أصلا ش... من وين إجت هي حكينا؟ حكينا هي أصلا إجت من وراء السيستايتس أو غالبا بيكون عندك سيستايتس وبترتفع لفوق فإذا إجاك مريض وعنده حرارة مع فريكونسي إيرجنسي وهيستنسي مثلا آه مش تيجي تحكي لا هاي الأعراض معناته آه ايرجنسي وفريكونسي وهاي آه الشغلات وسوبرا بيوبيك بين هاي أعراض السيستيتس معناته عنده سيستيتس مش بايلونيفراتس لا ممكن بوث لأنه أصلا قلنا بصير بايونفرايتس نتيجة السيستيتس آه عن طريق فيا ascending infection level <applause> الان ايتيولوجي والباثوجينيسيس مور ذان 85% من الحالات بيكون آه سببه بكتيريا وهي ايش الجرام نيجاتيف باسيلاي واشهر مثال للجرام نيجاتيف باسيلاي بتعمل لي يو تي اي اللي هي الايكولاي الايكولا فاذا هون بحكي لك بتكون جرام نيجاتيف باسيلاي هي اصلا موجوده نورمالي بالانتستين او بالجي اي تراكت يعني الان شو بده يحكي لك بحكي لك غالبا من وين بيجي الالتهاب المسالك هذا غالبا بحكي لك من ايش من الفيسز تاعت الشخص نفسه هاي بحكي لك ذا انفكتنج اورجانيزمز ار ديرايفد فروم ذا بيشنت اون فيكال او فلورا فيكل ماتيريال فلورا يعني نفس البكتيريا الموجوده عنده بالفيسز نفسها اجت آه ودخلت باليوريثرا نتيجة باد هايجين أو نتيجة عند الأطفال وهذا الشيء كثير مهم لإلك أنك أنت تنصح دائما أي بنت صغيرة تنصح أمها آه بنت إجتك عندها يو تي آي تحكي لها لازم الآن البنت هاي آه يكون الواشنج آه بعد ما تدخل على الحمام الواشنج يكون فروم انتيريور تو بوستيريور حتى أنه إذا هي آه لما تعمل زي هيك آه بتمنع أنه الفيكل فلورا تيجي على آه الـ 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 اليوريثرا اللي عندها فهي لازم من anterior to posterior بينما لو العكس راح تاخذ كل الفيكا الفلورا وتدخلها باليوريثرا راح يصير في عندي انفكشن آه حكينا اشهر بكتيريا هي ايكولاي e. برضو عندك البروتياس والكليبسيلا والانتيروباكتر باكتر آه وبرضو السريبتوكوكس في كالس شايف من اسمها في كالس آه كلهم هاي الاشياء ممكن ايش يكونوا يعملوا, يعملوا اليوتراي لكن الموست كومن ايش الايكولاي e. هاي هي الموست كومن الان برضو بحكي لك ممكن يكون في عندك اذر بكتيريا ممكن فنجل انفكشن ممكن آه مايكرو بكتيريا تي بي آه فنجل اورجانيزم كل هاي الاشياء ممكن تعملك لكن فيري 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 رير ماشي اكثر شيء اللي عديناهم هذول الثلاث اول شيء ايكولاي بروتياس كلبسيلا وحط معاهم برضو انتيروباكتر غير هيك فيري رير الآن لو كان في عندي مايكرو او فنجل اورجانيزم هذول راح يعملوا لي جرانيولوما اذا مايكوبكتيريوم تي بي مثلا راح يكون في عندي كازييتنج جرانيولوما اذا فنجل اورجانيزمز وغيرها راح يعمل لي نون كازييتنج جرانيولوما هيو نون كازييتنج ريسبكتيفلي انه الفنجل اورجانيزم بيعملوا لي نون كازييتنج جرانيولوما بينما المايكوبكتيريا اذا كانت مايكوبكتيريوم تي بي التي بي معروف بيعمل كازييتنج جرانيولوما باي مكان يصيبه فاذا صاب اليو تي اي بيعمل كازييتنج جرانيولوما باليوروجينيتال سيستم Uh, there are two routes uh, by which the bacteria uh, can reach the kidney. أول إشي حكينا اللي هو إيش؟ ascending infection يعني هاي ascending infection لكن لازم هي رقم واحد لأنه هاي تقريبا 98% من الحالات بينما الروت الثانية هي إيش hematogenous infection عن طريق الدم هاي very 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 rare نيجي الآن بعضنا نكمل ascending infection هاي أهم كلمة معروفة هي بحكي لك هي most common uh, cause of clinical pyelonephritis. فإذا ascending infection هي أكثر إشي Normally human bladder and bladder urine are sterile, therefore a number of strip, uh, steps must occur for renal infection uh, to occur. يعني شوف لا بحكي لك بدي احكي لك انه لازم يصير في اكثر من ستبس uh, لحتى يصير في عندي فرايتس ما رح يصير فرايتس مباشرة، ليش؟ لأنه بحكي لك بالوضع الطبيعي لازم تكون البلادر واليوريثرا سترايل ما فيهم بكتيريا، من وين اجت البكتيريا؟ فهي بحكي لك أول شيء فيرس ستيب لازم يصير في كولونايزيشن للدس اليوريثرا مجرى البول في بدايته بصير في كولونايزيشن للبكتيريا والبنيض هذا مثلا ما بيروح الحمام كثير فبالبكتيريا ظلها تطلع لفوق تطلع لفوق وهكذا الان فروم يوريثرا تو بلادر تمشي الاورجانيزمز ال gain entrance during يوريثرال catheterization اور اذر انسترومنتيشن الان من الاشياء او الريسك فاكتورز اللي هي بتساعد بالPyelonephritis او بالاسيندنج انفكشن انك انت تدخل شيء كيف بدي ادخل شيء؟ اني ادخل مثلا فوليس كاثيتر فوليس كاثيتر هو انسترومنت بيعملوها عن طريق ايش بدخلوا بربيش جوا اليوريثرا للبلدر حتى اذا كان في انسداد او اشي يطلعوا اليورين اللي بالبلادر ويخلصوا منه او حتى يعني اكثر من سبب يعني هذا اسمه فوليس كاثيتر انت لما دخلته بالحركه هاي انت وفرت وسيله نقل للبكتيريا من الدس اليوريثرا للبلدر صح ولا لا؟ فبيحكي لك انه يورثرا كاثيترايزيشن الكت... او اذر انسترومنتيشن على السريع بتطلعها بتطلع البكتيريا لفوق آه الان بحكي لك غالبا الريسك فاكتور uh, عند الميل ولا الفيميل؟ بحكي لك عند الفيميل، بحكي لك هيو In absence of instrumentation, instrumentation, urinary infections are much more common in females. ليش عند الفيميل؟ بحكي لك اليوريثرا عند الفيميل 4 سانتي. اليوريثرا عند الميل ممكن 20 سانتي، فشوف الفرق قديش؟ في عندك خمس اضعاف واضح فعشان هيك عند الميل اقل من الفيميل ما عدا انه يكون في عندي انسترومنت اذا كان في انسترومنت مباشره انت بتدخل من اليوريثرا حتى لو كان ميل مباشره انت بتدخل هاي البكتيريا لجوه the ميكانيزم باي ويتش مايكروز موف فروم بلادر تو ذا كدني الان وصلنا للبلادر شو بده يطلعها للكدني بحكي لك واحده من الاسباب انه يكون في عندي obstruction. قلنا انه يكون في عندك انسداد فاليورين مش راضي يطلع قاعد بيرجع اليورين اللي هو ايش نتيجة stasis of the urine، أو urine stand still. كيف بيصير هذا الإشي؟ إذا في عندي بروستات من كبران حجمها benign prostatic hyperplasia، أو في عندي cervical tumor، أو في عندي حصوة ممكن، أو أي شيء ثاني لي obstruction. الشغلة الثانية فيزايكو يوريترال يوريترال عفوا، فيزايكو يوريترال ريفلكس. ريفلكس قلنا ايش؟ إنه يكون في عندي valve وهذا الفالف خربان. بحكي لك incompetence of the فيزايكو valve. ماشي الفالف هذا خربان صاير incompetence او incompetent صاير فبالتالي allows bacteria to ascend the ureter into the renal pelvis بسمح انه البول يرجع لورا وبسمح البكتيريا انها ترجع لورا واضح بالوضع الطبيعي المفروض لا آه عندك اشي هون very very rare اللي هو intra renal reflux intra reflux اللي هو انه جوا الكدني نفسها هسا هسه هسه هس راح ارسم لكم اياها الاشي الاخير اللي هو الفويدنج سيستو يوريتوجرام هذا الفويدنج سيستو يوريتوجرام هو عباره عن ايش اه فحص بيعملوه اه عند الناس شو بدهم ليش بيعملوا الفحص هذا بيعملوه غالبا لا عشان يشوفوا الريفلكس غالبا عشان ايش يشوفوا الريفلكس بيجيك الطفل بدهم يشوفوا انه عنده ريفلكس ولا لا شو بيسوا بيدخلوا ماده مضيئه عن طريق اليوريثرا بحطوا الماده المضيئه باليوريثرا وبدفعوها فبترجع الماده المضيئه لورا وبتدفش اليورين معاها لورا واضح فبالتالي اي بكتيريا اي اشي كله راح يندفش لورا ويطلع لفوق للكدني خصوصا اذا كان الطفل عنده أصلا ريفلكس لانه هذا اصلا الـ الـ هاي الفحص بيعملوه عشان يشوفوا انه في ريفلكس ولا بيعملوه وبيصوروا بيشوفوا والله مع... تعدل البلادر يعني هاي البلادر عندي هون بيشوفوا البلادر صارت مضيئه وبرضه كمان هون اليوريتر صار مضيء المفروض ما يضيء اليوريتر ماشي او اليوريتر من الجهتين صار مضيء معناته في عندي هون ايش ريفلكس على الجهتين وضحت هذا نفسه المك... نفس العمليه هاي والفحص هذا نفسه راح يرجع لي البلاوي هاي والبكتيريا كلها لفوق لا رأ... خلينا نشوف هاي الانترارينال ريفلكس شو هي يعني نفرض انه هاي الكليه هذول ايش الكاليسيز اللي بالكليه تمام هذول الكاليسيز الان هذول الكاليسيز المنطقه اللي هون قدام شوي هاي اسمها بابيلاي بابيلا 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 كلهم بابيلا وهذول البابيلاي او عفوا هذول مش الكاليسز هذول البايراميدز زي اهرامات شكلهم قدامهم في كل واحدة قدام بابيلا فكلهم بابلاي والبابيلا هذول كلهم بيصبوا بالكاليسز بي كاليسز 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 تمام وبالاخير الكاليسز كلهم بيصبوا بالبلفس اللي هو اللي ايش حوض الكلية واضح فهاي المنطقة اللي اول شيء بعد البايراميد بسموها ايش بابيلا هاي البابلاي الان بحكي لك كيف بيجي تركيبها سبحان الله طبعا انا شفت الرسمه فمن باب الامام العلميه يعني الان بحكي لك الكاليسز المفروض يجوا ايش شكل هيك مقعر مع بعضهم البعض كيف مقعر بحكي لك هيك لازم يجوا شكلهم هيك, هيك 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 بس ايش انه كلهم يجوا بشكل مقعر عشان البول بس يطلع مباشره يضلوا طالع اذا صار عندي هون صارت الكاليسز زي هيك او البابلاي زي هيك وحده هيك وحده هيك وحده هيك 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 معاي ولا لا؟ يعني ايش؟ انه الشكل صار زي مقعر هيك البول بس يطلع واذا زاد الضغط شوي له فرصة انه يرجع، يعني هي عملية شوي يعني مش مهم انك انت تعرفها، بس انه اعرف انه ايش؟ هذا الشكل لما يكون كونكيف مقعر بيكون ايش؟ اه الفالف هذا اه مش الفالف اه البابيلاي بتكون خربانة فبصير ريفلكس جوا الكدني فبسموه انترا رينال ريفلكس انه ريفلكس بس جوا الكدني نتيجة انه البابلاي شكلها ماخذ شكل الكونكيف فلو نيجي هون مثلا نشوف شو بالله حاكين هون بحكي لك انه هيو آه وين صرنا؟ اه انه هيو انترا رينال ريفلكس ثرو اوبن دكتس ات ذا تيب اوف بابلاي نتيجة كونكيف تيبس نتيجة انه هذول اللي زي اصابع اللي هم بابلاي شكلهم جاي كونكيف مقاعر فبسمح انهم يدخلوا لجوا يعني هذا واحد من الريسك فاكتورز اللي ممكن تصير عندي لان اكيوت بوين فرايت على السريع راح نحكي لانه نفس الحكي اللي حكيناه بحكي لك هو ايش سابيوريتيف انفلاميشن يعني في انفكشن وفي باس اوف ذا كدني كوز غالبا باي بكتيريال ماشي 99.9 بكتيريا لكن بحكي لك ممكن يكون في فايرال فايرال زي ايش اذا قال لك فايرال انفكشن شو بده يكون اسمه الفيروس بوليو بوليو, بوليو, بوليو بوليوما فيروس بوليوم والله يعني الصراحة كل الكتب اللي قرأتهم بالباث آه وهيك ما عمري شفت انه كاتبين اند فايرال انفكشن الا بالمحاضرة هاي فيعني في اذا حكى لك فايرال بايولون فرايتس بوليوميو ما علينا فالان هذول الفيرال هذا هو الفيروس اللي ممكن يعمل لي كمان لكن ايش نسبته واحد بالعشرة بالمية كان كوز كان ويتش كان ريتش ذا كدني باي هيماتوجين سبريد هاي مهمة النقطة انه والله اذا حكى لك الفيروس هذا غالبا كيف بده يروح على الكدني؟ نتيجه ascending infection، بتحكي له ممكن ممكن اذا كان في عندي ريفلكس، بس غالبا ايش؟ مور كومونلي عن طريق الدم هيماتوجينوس سبريد ماشي؟ بينما البكتيريا كيف بتروح؟ بكتيريا عن طريق ريفلكس او عن طريق ascending انفكشن ونادرا انها تروح عن طريق جينا سبريد يعني عكس الفيروس. مورفولوجي شو بتشوف؟ بتشوف انترستيشال سبوريتيف انفليميشن، في التهاب بحوض الكليه والكليه نفسها. بصير intra tubular aggregation of neutrophils and neutrophil tubulitis لأن بالكدني في عندي انا tubules زي هيك مواسير صح ولا لا؟ هذول تيوبولز هذول التubules آه, بصير جواتهم نيوتروفيلز وبالتهبوا بصير في عندي tubulitis نتيجة النيوتروفيلز اللي جوا والدبليو بي سيز وبعدين ممكن يموتوا فبسموه tubular necrosis والشغلة الثانية كمان إذا ماتوا هذول وصار في التهاب وكذا رح يصير في ابسسز صغار أو كبار فممكن يصير في عندي فوكال أبسيسز او كبار انه يكون لارج ويدج شيب اريا انه زي المثلث هيك زي الويدج شيب كان انفولف ون اور بوث كيدنيز الان شو بستفيد كمان من تيوبولار نكروسز هذا اللي بصير عندي الان بحكي لك هي الدبليو بي سيز وهي الدبليو بي سيز وهي الدبليو بي سيز وهي بي سيز هذول النيوتروفيلز يعني اللي داخلين هون الان جوا التيوبولز بالاخير باخذوا شكل التيوبول شايفين كيف وبتجمع مع بعضهم بعض وبيطلعوا كوحده واحده زي هيك شكلهم ليش؟ لأنه كلهم هون جوا هاي بسموها كاست شو بسموها؟ كاست كيف الـ RBC كاست بالـ, بالـ glomerular nephritis هون في إيش اسمه WBC كاست فإذا أنت شفت WBC كاست على السريع بدك تتذكر أنه معناته هذا المريض عنده غالبا بايلو نفرايتس بايلو انه صار في دبليو بي سيز بالتيوبيولز وخربوا التيوبيولز والنيوتروفيلز طلعوا كقطعة واحدة ماخذة شكل الجي اللي كانت فيه بسموها دبليو بي سيز بس تشوفهم على السريع بدك تتذكر بايلونفرايتس الآن شو بصير؟ بس بصير كمان عندي papillary necrosis اللي هي منطقة البيبلاي ممكن يصير فيها هاي غالبا بتصير عند مين؟ بتصير عند اللي عندهم diabetes، بتصير اللي عندهم sickle cell disease لأنه اللي عنده sickle cell disease بصير في نقص للأكسجين بشكل كبير بمناطق البيبلاي. ماشي ما فبصير في عندهم هيماتوريا كل فتره هذول المرضى اللي عندهم سيكل سيل ديزيز برضو عند الناس اللي عندهم يورين تراكت اوبستراكشن نتيجه الاوبستراكشن طويل المدى بصير في بابليون نكروسس فممكن يصير بابليون نكروس لكن نادر انه يصير مع الاكيوت بين واذا صار معناته اعرف انه هذا البين فرايتس سيء الان اذا صار في عندي انا بس جوا ودبليو بي سيز جوا الكدني معناته هذا بسموه بايو نفروس بايو نفروس انه ايش آه بيكون بكون في عندي انا ايش دبليو بي سيز جوا جوا ال الكدني uh, فهي بحكي لك إنه uh, almost complete إذا صار في عندي obstruction كامل أو شبه كامل uh, راح تلاقي عندك فوق بي uh, عند الكلى اللي هم زي حكى اذا استنيت عليهم شوي راح يصيروا دبليو بي سيز كاست برضه حكينا ممكن يصير في عندي ابسسز فوكال ابسسز او او كبيره بسموها بيرينفريك ابسس انه بيطلع عندك ابسس هون اذا ابسس طبيعيه اللي هي فوكال ابسس بتصير جوا الكليه اذا بيرينفريك ابسس عندي انا هي الكليه بيطلع عندك الابسس على الكبسول تاع الكليه او برا الكليه بالانسجه اللي حواليها فبحكي لك هو extension of suppurative inflammation through the renal capsule انتو بيري اما على الكبسول او انه من الكبسول على الانسجة اللي حولهم اذا كان في عندي كرونيك بايو شو حكت لكم راح يصير بالكلية اذا كان كرونيك بايو راح يصير في سكارينج راح يصير في سكار فهذا بسموه بايو سكار هو almost associated with inflammation fibrosis and deformity بالكاليسيز والبلفس البلفس والكاليسيز راح يخربوا فانت لو حطيت مادة مضيئة راح تلاقيهم مش راضيين ياخذوا المادة المضيئة دليل انهم دليل انهم متدمرين وبرضه شكل الكلية لما تعمل انت انترا الترا ساوند او في فحص اسمه دمسا سكان راح تشوف عندك الكلية مدمرة الان بدي احكي لك اشي ثاني بس اذا شفت الكلية فيها سكارينج باللور بول التحتاني والابر بول الفوقاني هيك اعرف انه غالبا اللي سبب السكار للكدني هو الريفلكس فمن الشغلات المميزة للريفلكس انه يعمل سكار للكدني وخصوصا للأبر بول واللور بول مع بعضهم تمام هون انت شو شايف هون في عندي انا هي الكلية وهي عندي خلينا نحكي هي نفرض انه هذا في عندي تيوبيولز شايف كيف مليان نيوتروفيلز وهون برضه بالمنطقة اللي حواليها مليان نيوتروفيلز فهي اكيوت بيولفرايتس اكيوت نيوتروفيلك اكزوديت وذ تيوبيولز اند interstitial انفلاميشن حوالين التيوبيولز هاي هي البابيلاي منطقة papillary شايفين كيف لونها صاير ابيض دليل انها ماتت فهذا بسموه papillary necrosis هي area of pale gray necrosis involve the papillae الموجودين عندي هون بالكلى. الان acute pain أوفن often associated with the following. الان pain حكينا من, و... من ايش بتيجي pain اي اشي برجع لي ال برجع لي البكتيريا لفوق. من هاي الشغلات واهمها اللي يكون في عندي obstruction في انسداد لقدام سواء كان congenital or acquired. في اشياء كونجنتال انه الطفل اول ما ينولد في شيء اسمه بوستيرير يوريثرال فالف هي الب... هي البلادر وهي اليوريترز وهي ايش اليوريثرا في شيء اسمه بوستيرير يوريثرال فالف يعني هاي المنطقه بيكون فيها فالف المفروض ما يكون في فالف هون مثلا بيصير في فالف طبعا يعني هون بيكون في سفنكتر انت بتتحكم فيه يعني خلينا نحكي في انتيرنا إنتيرنا في إكستيرنا هون عند بعض الاطفال بصير شيء اسمه بوستيرير يوريثرا فالف هذا بيكون مسكر فبمنع انه البول يطلع مع اليوريثرا بشكل كامل فبتتعب المنطقه وبصير في عندي ريفلكس ارتداد لورا فهذا كونجنتال اكويرد انه يكون في عندي بناين بروستاتيك هايبرتروفي او عندي حصوه او عندي سيرفايكال كانسر او اي شيء ثاني انسترومنتيشن <applause> حكينا انه انت لما تدخل كاثيتر انت بتدخل مباشره ل البكتيريا بتدخلها مباشره من اليورثرا للبلدر واذا وصلت للبلدر ممكن تطلع لفوق اذا كان في عندي ريفلكس برضو نفس الشيء راح يطلع اليورين فوق وشايل مع البكتيريا بالبريجنانسي هاي مهمه بحكي لك بالبريجنانسي بصير كثير عندهم بايونيفرايتس بحكي لك 4 ل 6% بصير بكتيريوريا ديورينج بريجنانسي يعني 4 ل 6% من النسوان بصير عندهم بكتيريا يعني ايش بكتيريا بالبول بس بدون سيمبتومز لكن 20 ل 40% ممكن هاي تتحول اذا الى سيمتوماتيك اذا انت ما عالجتها الان الخطير بالموضوع انه انت اذا ما عالجتها ممكن تروح من اليوريثرا للفجاينا وتطلع على البيبي وتعمل لي مصايب بالبيبي هذا برضو بالبرجنانسي بتزيد فرصه اليوتي اي لعده اسباب احكي لكم يعني الاشياء السهله منهم انه بالبريجنانسي البروجسترون بيرتفع فاذا ارتفع البروجسترون كل السموث مسلز بترتخي فضغط المرأة اصلا بنزل وهي حامل لانه السموث مسلز اللي هم الارتريز والفينز بتتوسع وشغلة ثانية انه اليوريتر هذا مصر والبلدر سموث مسل والبلادر سموث مسل فبرضو البلادر بتتوسع فبتطول فيها اليورين اكثر لانها رح تصير اكثر واذا طول اليورين فيها اكثر يعني صار له ستيسز رح البكتيريا تتكاثر فيه بشكل اسرع وبتنتشر بشكل اسرع بصير في عندي UTI. هاي أيوة واحدة الأسباب وفي أسباب أخرى لكن ما علينا منها. الآن جندر والإيج حكينا أكثر شيء عند مين بصير؟ عند الفيميلز. بحكي لك after first year of life ها آه, هاي مهمة. بحكي لك فوق عمر السنة بيكون في ميل أكثر. تحت عمر السنة مين بيكون؟ ميل. ليش طيب ميل؟ بيقول لك لأنه الميل بطهروه بيعملوا له سيركم سيركم سيركمسيجن. سيركم 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 سجن والطهور آه زائد انه بيكون في عنده كونجنتال انوماليز وهيك اكثر شيء عند الميلز فغالبا تحت عمر السنه UTI اكثر عند الميل هاي مهمه اذا واحد عمره سنه ست شهور كذا هو الميل اكثر عرضه لكن فوق سنه لحد أربعين سنه كله much more frequent in female with increasing the age برضو برجع ايش آه الميل يرتفع شوي ليش نتيجة البروستات تضخم اكثر عند الميل فاذا الميل سنة أربعين سنة تحت السنة فوق الأربعين سنة ميل بيناتهم فيميل حلوة؟ تمام صليتوا على النبي صحيح ما صلينا اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله الذي عافانا بري اكزيستنج ليجن او رينال ليجن اذا انا في عندي اصلا الكلى من اول خربانة في انسدادات في بوليسيستك في كذا في اي مرض آه ممكن هذا اكثر عرضة اني يصير في عندي يو تي اي صح ولا برضو اذا كان في دايابيتس ميلايتس الان دايبيتس ميليتس آه اكس آه بيزيد لي فرصه الانفكشن لانه الدايبيتس بيقلل لي الاميون سيستم برضه الدايبيتس بيخلي الاعصاب مش في شيء اسمه دايبيتك نيوروباثي فالان اعصاب المثانه بتخرب فيبطل يحس بالمثانه والاعصاب بتاعت المثانه بتتهيج اكثر فبصير شيء اسمه نيوروجينيك بلادر ديس فانكشن انه المثانه بتضلها شاده احيانا او بترخي احيانا او زي هيك نيوروجينيك بلادر هاي برضو عرضة انه لما يكون في عندي نيوروجينيك بلدر عرضة انه اليورين يطول فيها وزي هيك فعرضة انه يصير في عندي انفكشن فاذا دايبيتس مليتس اصلا بتقلل المناعة فبتزيد الانفكشن زاد انه برضو بتخرب لي النيرف سيستم المسؤول عن البلدر بصير عندي نيوروجينيك بلدر برضو هاي عرضة انه يصير في عندي انا انفكشن اذا كت طبعا في اميونو سبريشن او اميونو ديفشنسي اكيد رح يكون عرضة للالتهابات كلها من ضمنها ال UTI أكيد بين نفرايتس بريزنت وذ ايش بيجيك كيف بدك تعرف انت مريض عنده باين بحكي لك حكيت لك في وجع بخواصره لا شيء اسمه كوستو فيرتيبرال انجل كوستو فيرتيبرال انجل الكوستو اللي هي ايش اللي هي ال ال ال, 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 ال الريبس يعني كوستال كارتليج تاعت الريبس تمام وعندك الفيرتيبرال اللي هي ايش الفقرات فهي عندي انا الفقرات هاي فقره 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 وهذول الفقرات داخل فيهم الريبس مزبوط الان وهي عندي مثلا الكليه المنطقه هاي على المنطقه هاي بين الكوست وبين الفيرتبرا بالمنطقه هاي بصير في عندي الم او بالخواصر مش شرط فبسموها كوست فيرتبرا انجل بس يحكيك دائما بالاسئله كوست فيرتبرا انجل على بدك تتذكر فرايتس تمام الان قلنا اصلا فرايتس اكثر اسبابها ascending infection فبالتالي ممكن يكون في عندي اعراض cystitis اللي هم dysuria frequency urgency هاي اعراض cystitis بايوريا انه يكون في عندي دبليو بي سيز بالبول does not differentiate upper phlegm from lower urinary tract infection يعني اجيت حكيت لك والله في عندك خلايا دم بيضاء باليورين هذا ابر ولا لور تحكي لي والله ما بعرف في في فيفر بحكي لك ما في في كاست شو حكيت لكم انا مش حكيت لكم ليكوسايت كاست او دبليو بي سي كاست هاي على السريع بدي تذكرك بايش بايولونفرايتس انه هاي جايه من فوق من التيوبيولز اخذت شكل التيوبيولز بحكي لك ما في كاست وما في اعراض وما في كذا 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 بتحكي لي والله معناته وقتها هاي سيستايتس بينما عنده كوست او كوست فيرتبرال انجل تندرنس وعنده فيفر وعنده دبليو بي سي كاس مباشره ذس از فرايتس ممكن تكون لحالها او مع اذا كان في عندي اعراض سيستايتس بيكونوا مع بعض طيب تيبيكالي إذا كان نيتروفيلز يعني أكثر شيء بيكون نيتروفيلز لأنه بكتيريا وهيك، uh, وغالبا الكاست ليش بتصير كاست؟ قلنا إنه بتيوب فبالتالي وبالتالي هاي بتدلك إنه you know, this is upper اي uh, UTI infection the superimposition of papillary necrosis قلنا uh, ممكن يصير في عندي papillary necrosis بس إذا صار papillary necrosis بيكون سيء ولا لا سيء؟ لأنه papillary necrosis يؤدي إلى acute renal failure اكيوت وهذا اللي صار معي بالضبط أنا الصراحة أنا دخلت المستشفى كان عندي بايور فرايتس ما عرفوا شو في عندي هذا حكي زمان شوي وتأخرت شوي على هذا الإشي لما اجيت افحص كان الكرياتينين مرتفع وظائف الكلى خربانة فدخلت بأكيوت رينال بس الحمد لله عدت الأمور وما تطورت معي والحمد لله أموري هسه تمام تمام صار عندي بابيلر نيكروسز وأكيوت رينال an او emerging viral pathogen caused by nephritis in kidney allograft is هون بحكي لك اذا فيروس اذا اذا فيروس وهو فيري رير الفيروس اللي حكينا هذا اللي هو اسمه بايلو بايلوما طيب الان هون كدني بحكي لك صاير في عندي انا ايش uh, tubular, uh, tubular epithelial nuclear inclusions جوا هون في عندي نيوكلير انكلوجنز دليل انه هون في صاير في عندي التهاب بالتيوبولز وترسبات جوا التيوبيولز مش مهم كرونيك بايرن فرايتس اند ريفلكس قلنا الكرونيك بايرن نفس الاكيوت بس شو اللي بصير في اشي كثير قاعد بيتكرر وشو اللي بخلي الاشي كثير يتكرر اما يكون عندي هي واحد اما يكون في عندي ريفلكس يؤدي انه والله كل ما الشب هذا يحشر شوي يطلع اليورين من البلدر لفوق ويرجع للكليه وبيعمل لي مصايب او انه في عنده انسداد صار له فتره مزمنه Obstruction سواء قلنا بالبروستات بل بل او بالسيرفكس او او بحصوه او باي شيء ثاني فاي بحكي لك الكرونيك هو ديسوردر هو which is chronic tubular interstitial inflammation And scarring هاي مهمه فغالبا طبعا scarring للكليسيز والبلفس حكينا هاي غالبا اي طفل يجيك وهذا الطفل آه uh, عنده ريكيرنت يو اي بدك تدير بالك على السريع تفحص وتتاكد انه ما صار عنده سكارينج وتتاكد انه شو مشكلته هل عنده ريفلكس هل عنده اوستراكشن هل شو في عنده حتى تعرف شو عنده وتعالجه قبل ما يصير سكارينج للكدني only chronic pyonephritis and analgesic nephropathy affect calyces هاي مهمة الجملة جدا ممكن تيجي سؤال بحكي لك الكاليسز بالكدني هاي الكاليسز لو انت جيت عليها وحكيت لك ايه كاليسز شو اخبارك كاليسز انت بعرف انك قوية كثير شو في اشي ممكن بقدر لك تحكي لي اسم تحكي لك اسم. اسمع علي يا ابني انا اللي بقدروا لي بالحياه بس اثنين اللي هو كرونيك بيونفرايتس وانالجيسك نيفروباثي انالجيسك نيفروباثي من اسمها من ادويه الانرجيزيا اللي هي اسبرين بروفن آه واسوء واحد اللي هو فولترين هذا فولترين قاضي على الكلى قاضي دير بالك واحد او من قرايبك يعني يصير عنده مشاكل وكذا وشد عضل وابصر ايش ويصرفوا له فولترين وتحكي له اخذ ابره فولترين ممكن تقضي عليه وانت مش عارف فهي مهمه فالكاليسز ما بتتدمر الا من الكرونيك نفرايتس او الانالجيسيك نيفروباثي من الادويه واضح ميكينج بيلفو كاليسز دامج او بيلفو كاليسيال دامج بتنشط بالكاليسز والبيلفس مع بعض وهذا الاشي امبورتنت ديجنوستيك كلو انه انت اذا شفت البلفس خربان والكاليسز خربان ما تفكر الا بشغلتين اللي هم انالجيسيك نيفروباثي او كرونيك بايلو نفرايتس الان كرونيك بوينفرايتس حكينا اما يكون ريفلكس واما كرونيك اوبستراكشن ريفلكس انه غالبا بصير عند الاطفال ريزولت اوف سوبر امبوزيشن اوف يورينري انفيكشن اور كونجنيتال ريفلكس عندهم او إنترارينال ريفلكس وهذا الاشي بيطول ما بيكتشفوه ومش داري الطفل وابصر ايش وبصير في عنده بوينفرايتس فرايتس ويعالجوه وبفكروا عنده يعني عشان هيك لازم يكون طبيب يعني فاهم كل اشي لانه انت اذا ما شخص الطفل هذا ممكن خاص الكلى عنده تضرب ومن وراك من وراك اه لانك انت ما كنت دارس كويس ومش عارف هاي الاشياء طيب والتوفيق من رب العالمين يعني الانسان دائما يطلب من الله انه يا رب انك انت تيسر الامور وانك انت تنور بصيرتي اني بس اشوف المريض هذا على السرير تيجي ببالي انه والله ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا صح ولا يعني الانسان مش بشطارته طيب والابستراكشن حكينا شو الابستراكشن الان ذا كاركترستيك تشينجز بالكرونيك باينفرايتس هي ايش سين ان جروس اكزامينشن انه الان بالكروس اكزامينشن الكلية لو انت تطلعوا لك كلية واحد عنده كرونيك بوين uh, شو بتشوف؟ قلنا بتشوف سكارينج irregular سكارينج يعني مشوه الكلية تمام؟ The hallmark of chronic pain are discrete corticomedullary scar. The scar بيكون بين the cortex and the medulla. Corticomedullary scar, overlying dilated calyces, calyces dilated and deformed. خربان و قلنا ما في إشي خرب الكاليسز إلا Chronic pain أو allergic nephropathy and flattening flattening papillae. يعني إذا بدمر المنطقة وما حواليها. The tubules برضه بتبين بال tubules اتروفي زائد إنها بتكون مدمرة كمان in some area وهايبر تروفي و dilated بأريا ثانية. هاي مهمة الجملة إنه بحكي لك بعض التيبules راح تكون دمرت وماتت وصار لها اتروفي. طب الثانية ليش كبر حجمها؟ بحكي لك to compensate the damaged tubules. يعني حتى تعوض شغل التيوبيولز اللي خربت هناك بصير لها هايبر تروفي ودايليشن وضحت؟ صليتوا على النبي الله وسلم هيك خلصنا كرونيك بايلونفرايتس الان في مرض رير اسمه زانثو جرانيولوميتس بايلونفرايتس شو هال؟ انا بحكي شو هال عندك انت كليه هون وهي اليوريتر بيقول لك اجت حصوه هون سكرت وطولت هاي الحصوه هاي رح تنتفخ الكليه والماكروفيجز يجوا فيها والبلازما سيلز تيجي فيها وصير فيها زي فوم سيلز فوم سيلز نتيجه الماكروفيج ليدن وابصر ايش زي آه زي الدهنيه فتصير الكليه شكلها او الكاركترستيك جواتها آه بتشبه الدهنيات الفوم سيلز فبسموها زانثو زانثو من ايش من من فات يعني من لبد وفات وهيك هاي الاشياء فبسموها زانثو جرانيوليتس بايلو نفرايتس جرانيولوما ليش بصير جرانيولوما فيها نتيجه كرونيك انفيكشن كرونيك انفيكشن وطول كثير بعمل زي جرانيولوميشن او جرانيوليشن تشو فهاي بسموها زانثو جرانيولوميتس بايلو نفرايتس هاي طبعا رير رير فهي ايش نتيجه كرونيك بايلو نفرايتس اكيوميليشن اوف فومي فومي يعني زي فات فيها عشان يسموها زانثو فومي ماكروفاج انترانيولوميتد ليومينيتد وذ plasma سيل اند lymphocyte جواتها بصير في عندي شيء اسمه زانثوكلاليميت سبين فلاتس هاي خطيره ممكن خطيره وخصوصا انه هاي اذا انت شفتها احيانا بفكروها كانسر يعني شكلها ببين تيومر لكن هي هذا المرض الرير طلع هون الشكل هاي هاي كرونيك بين شوف السكارين كيف فيها شايفين كيف مبينه بالدمره متاكله متاكله اكل تمام الان لو حكيت لو كان سكارينج من فوق الابر بول واللور بول شو بتتوقع السبب قلت لكم ايش ريفلكس ريفلكس تمام طيب صلينا على النبي اللهم صل محمد برضه نكمل كرونيك بين فرايتس وريفلكس نيوفروباثي بيقول لك اكيوت ريكرنت بين such الان واحد عنده كرونيك بين فرايتس شو راح يجيك بيقول لك يعني اول شيء راح انه انا بصير في عندي كثير uh, acute باعراضها سواء باك بين فيفر بيوريا او هاي الاشياء These patients receive medical attention relatively late and uh, in their disease course because of the gradual uh, onset of renal insufficiency and hypertension. هاي المصيبة إنه الآن هذا المريض بيكتشفوه بعدين مريض الكرونيك بيونفرايتس لأنه أصل لو اكتشفوه من أول كان ما صار كرونيك كان كان أكيوت بيونفرايتس وعالجوه وعطوه أنتبي أنتبيتكس تحسنت أموره خلاص صح فهذا بحكي لك بيكتشفوه ليت فبالتالي متى يكتشفوه لما يكون الكلية خربت وصار عنده رينال انسفشنسي او انه خربت وصار في عنده هايبر تنشن ووقتها اكتشفوه ريفلكس نيفروباثي از اوفن ديسكفرد ان تشيلدرن ريفلكس غالبا عند التشيلدرن حكينا برضو هذا الاشي يشخص دائما متأخر او غالبا ليش متى يتشخص يتشخص لما يجي الطفل يظل يحكي عندي صداع عندي صداع عندي صداع بطلع عنده تنشن بفحص الكلى وانه الكلى فيها سكارينج نتيجة كرونيك بويو النفرايتس صار له ابصر قديش loss of tubular function الآن إذا tubules خرب الفانكشن تاعها شو اللي راح يصير بحكي لك loss of concentrating ability الآن tubules نفسها مش في عندك آه, proximal tubules distal tubules هاي الشغلات هاي وظيفتها بالوضع الطبيعي تمتص الشغلات اللي بدها إياها صح فبتعمل concentration يعني تركز البول بتزيد تركيز البول فبتمتص الاشياء اللي بدها اياها وبتمتص المي وبتخلي البول زايد تركيزه هاي تبيوز لو خربت شو راح يصير عندي ما راح يصير في امتصاص للشغلات اللي بدنا اياها والمي فالمريض هذا راح يكون في عنده بوليوريا مع نكتوريا ممكن يعني ممكن يتبول على بالليل او انه يكون في عنده كثير يتبول كثير بيجوا فحصوه من السكري ما بطلع عنده سكر لانه غالبا الانسان بس يتبول كثير بخاف من السكري وهيك بس هذا بفحصوهم ما عندهم سكري لكن البوليوريا نتيجة loss of tubular function some individuals with, can develop secondary focal segment, with significant proteinuria. الآن شو بصير بيقول لك ممكن تتطور الأمور إلى إنه الجلوماريو تخرب الآن إحنا كل حكينا كان tubules papillary بس ما دخلنا جوا وخربنا الكلية كلها من جوا صح ولا فالان انت هون بيقول لك بعض الناس ممكن الجلوميرولس جوا تخرب واذا خربت الجلوميرولس فتحات الجلوميرولس راح تخرب ويطلع منها البروتين كبير الحجم فممكن يصير في عندي بروتين يوريا The onset of proteinuria and focal segmental glomerulosclerosis is a poor prognostic sign. ليش ليش poor? بيقول لك لانه ما وصل لجوة الا انه يعني صار له زمان وخرب الدنيا صح ولا وهذا الاشي راح يتطور الى اند ستيج رينال ديزيز انه ممكن بعد فتره الكليه كلها تنشطب وتموت والله يعافينا لوس اوف رينال ماس كوز باي بيرينفريتيك scarring يعني لان الكليه راح يصغر حجمها راح تنكمش لانها راح يصير في عندها تشوهات وسكارينج فبسموه رينال ابليشن نفروباثي يعني انه الكليه حرقت حالها حرق الكليه حرقت صار لها ابليشن صار هيك ذابت يعني انحرقت وذابت صغر حجمها في رينال ابليشن نفروباثي اللي هو انه صار في عندي سكارينج وتليفات فصغر حجمها انكمشت يعني وهيك بنكون خلصنا الموضوع الرئيسي ظل عندنا هيك سلايدين ثلاث سهلات جدا آه موضوع بسيط بعد ما تصلوا على النبي طبعا اللهم صل وسلم الان شو اللي بصير في عندي بقول لك هاي الجلومريولاس عندي هاي الجلومريولاس الان في عندي انا ار 3 بدخل هون وفي ار 3 بطلع من هون الان نفس هذا الارت راح يجي هيك وهيك طبعا هو راح يلف على يعني المهم شو اللي بصير عندي غالبا بيكون هذا الارتري اكبر من هذا بسبع مرات ليش بيقول لك لما يكون هون الضخ يجيني كثير وهون ضيق يسمح انه اغلب السوائل ترشح مزبوط ولا لما انت من هون عريض وكبير ومن هون ضيق ما راح يطلع من هون كثير شغلات فراح اغلبها ترشح جوا الجلوموريولاس الان شو بصير بيقول لك هذا لازم يوصله ضغط دم كافي وضخ دم كافي إذا هذا الضيق نتيجة أي سبب من الأسباب هذا بصير اسمه نفرو تصلب بإيش بشريان الكدني هاي of the renal arterioles and small arteries الموجودين عندي هذول لأن هاي هذول إذا ضيقوا ما رح يوصل دم كافي ولا وللكدني شو راح تعمل الكدني رح تحكي تليفون مباشرة يا شباب وين مش واصلني دم كافي يا هارت مش واصلني دم كافي، هارت بحكي والله بما انه مش واصلك دم كافي بدك ترفعي ضغط الدم بتحكي خلص رح ارفع ضغط الدم، الكليه كيف ترفع ضغط الدم؟ بتطلع هرمون اسمه رينين معروف؟ معروف، الان الرينين هذا يطلع يروح يمشي بالدم بس يمشي الرينين بالدم بيكون اصلا في بروتين بيمشي بالدم انصنع من الكبد اسمه ايش؟ اسمه انجوتنسينو جين جين، بما انه اخر جين معناته هو ان اكتف، هذا الرينين بخليه اكتف فبصير اسمه من انجوتنسين وجين بصير اسمه انجوتنسين 1 ماشي انجوتنسين 1 الانجوتنسين 1 هذا ما له هذاك الدور بطلع على بيمشي بالدم وبيروح على الهارت والهارت على السرير راح يضخه وين على اللنج مزبوط ولا بس يوصل لللنج اندوثيليال بيلاقي هناك باللنج إندوثيليا في انزيم اسمه ايس الانزيم اللي هو اسمه آه انجوتنسين كونفيرتنج انزيم هذا من اسمه Converting Enzyme بحول، بحول أنجوتنسين 1 إلى أنجوتنسين 2، لأنجوتنسين 2 هو أقوى Vasoconstrictor Ever، بيعمل Vasoconstriction بشرايين الجسم فبزيد الضغط فبوصل دم كافي إلى الكلية، فهذول المرضى اللي عندهم Nifrosكلروزيس غالباً بيكون في عندهم ايش اسوشيتد وذ هايبرتنشن، ماشي ليش؟ حكينا الميكانيزم، which can be both and cause Uh, a consequence of nephrosclerosis يعني انه بوث مقصود فيها اما سكلوروسيس برينال ارتريولز او بالسمول ارتريز او باثنيناتهم the affected vessels have thickened wall من اسم ليش سكلوروسيس اصلا ليش اسمهم متصلبين لان الوول صار ثيك uh, وبالتالي اذا الوول صار ثيك اليومن مجرى راح يكون ضيق نارود اليومنز change that result in focal parenchymal ischemia ما راح يوصل دم كافي صح ولا اسكيميا ليد تو جلوماريولوس كلوروسيس برضو الاسكيميا راح تخرب الجلوماريولوس هاي لانه ما راح يوصلها دم كافي تمام وراح يصير في عنده تيوبيلو انترستيشال انجري تمام وراح يقل الفانكشنال رينال ماس الكدني راح يقل حجمها آه والفانكشن برضو راح يقل كفاءة ونشاط الكلى هاي زاد انه الرنين راح يرتفع اكثر واكثر ويزيد الضغط اكثر واكثر Hypertension and diabetes mellitus, however, increase incidence and severity of the age. شوف شوف شو بدي احكي الان هي حلقه م... حلقه او دائره مفرغه يعني الان واحد ما كان عنده ضغط وصار في عنده هون تضيق بالشريان راح يصير عنده ضغط واذا صار عنده ضغط راح يصير في عنده تضيق بالشريان اكثر ليش لانه راح يملي سيكلوروسيس اكثر واذا صار في سيكلوروسيس راح تموت الجلوميريولس وراح يزيد الرنين اكثر ويزيد الضغط اكثر وهكذا تستمر الحكايه لما تخرب الكلى وضحت عشان هيك مرضى الهايبر ليش تنشط بالكلى عندهم لانهم بي... هم من احد الاسباب انهم هم بيخربوا لي الـ هذا الاشي اللي هو بعمل الارتري فبصير في عندي و وهكذا السكر بيعمل نفس الاشي فاذا لو واحد حكى لك النفروسيكلوروسيس شو اسبابها بتحكي له hypertension وديبيتس اذا حكى لك طيب النفروسيكلوروسيس شو ممكن تعمل لك تحكي كمان ممكن تعمل لي hypertension ماشي وتخرب الكلى طيب هاي شايب هي بحكي لك however increase the incidence and the severity of the lesion يعني الهايبرتنشن هو سبب وبرضه ممكن يصير نتيجة النفروسكليروس أو يزيد الآن شوف الشكل المميز للمريض اللي عنده آه نفروسكليروس هذا بسموه benign نفروسكليروسز ليش benign نفروسكليروسز؟ لأنه أنا لما يكون في عندي شريان حجمه هالقد وتضيق صار هيك هذا يعني لسه في اليومن كويس فاتح هذا بسموه ايش بيناين نفروسكليروس. الكلى راح تنشطب لكن بشكل خفيف راح يصير في نوديولاريتي زي شايف حبيبات في على الكلى حبيبات شايفين الحبيبات هاي هذا الشكل مميز بالكورتكس تاع الكلى اللي عندهم بيناين نفروسكليروس. الآن طيب في مالجنت نفروسكليروس. في كيف اذا هذا اليوم صار كثير اضيق صار كثير اضيق شايف كيف تضيق اكثر واكثر تضيق أكثر, 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 اكثر شايفين كم خط رسمت لو جيت قصيته زي كيف راح تلاقي شكله هيك 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 زي قشرة البصل فهذا يسموه مالجنت نفروسكليروسيس هذا بيجي مع المالجنت هايبرتنشن لما واحد يكون عنده الضغط كثير مرتفع الشرايين زي هيك بتخرب بصير زي قشرة البصل بسموه اونيون سكين ابييرنس زي قشرة البصل هذا كثير سيء هذا مالجنت بس الحمد لله انه اصلا مالجنت هايبرتنشن يعني نادرا انك تلاقيه يمكن خمسة ل 6% بالمجتمع هو يعني كثير يعني بس مش هذاك شيء مالجنانت أيونيفروسكلروسس بيقول لك هذا نتيجة malignant or accelerated hypertension إنه كان عنده ضغط وارتفع كثير 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 أو من أول الضغط ارتفع كثير كثير It's occasionally developed suddenly in previously non- أو عفواً in previously normotensive individual يعني ممكن يكون فجأة يصير عند واحد كان الهايبرتنشن عنده طبيعي أو عفواً blood pressure طبيعي يعني normal attensive يعني normal blood pressure أو ممكن but more often يعني غالبا ما بصير هيك غالبا بصير انه يكون في سوبر امبوست اون بري اكزيستينج اسينشال هايبرتنشن انه واحد بيكون عنده اسينشال هايبرتنشن يعني واحد عنده ضغط لكن مش كثير مرتفع وفجأة بصير سوبر امبوست انه فجأة بزيد هذا الضغط أكثر وأكثر بصير في malignant نفروس uh, malignant hypertension فلو جيت حكيت لك malignant hypertension كيف بيجي؟ تحكي لي malignant hypertension غالبا بيجي عند واحد أصلا كان عنده hypertension عادي وفجأة صار عنده malignant ونادرا انه يكون عند واحد طبيعي ما عنده ضغط وفجاه صار مليجنت هايبرتنشن اثنيناتهم شو بيسووا لك بيسووا نفروسيكلوروسيس اسمها مليجنت نفروسيكلوروسيس والمشكله اذا صار في عندي انا نفروسيكلوروسيس نتيجه الهايبرتنشن برضه هذا راح يزيد الضغط اكثر واكثر وبتستمر الحلقه المفرغه secondary form of hypertension or underlying chronic renal disease او glomerulonephritis او reflux nephropathy انه بيقول لك واحد عنده مثلا اصلا مرض بالكليه وعنده ضغط اصلا والضغط ارتفع اكثر واكثر صار بالجنت نفروسكلوز مالجنت هايبرتنشن از ريليتيفلي uncommon يعني الحمد لله الحمد لله انه uncommon يعني 1 ل 5% تقريبا آه لو انه كومن مصيبه صح ولا لا بيشنت وذ مالجنت هايبرتنشن هاف ماركتلي اليفيتد ليفل اوف بلازما رينين يعني هذول اللي عندهم مالجنت هايبرتنشن الرينين بيكون مرتفع شوي مرتفع كثير الرنين اكيد ولا شو بدي هايبر تنشن هايبرتنشن هايبر هايبرتنشن يعني يعني شو بدي احكي لك ممكن يكون الضغط مثلا 240 على 140 تخيل يعني كثير مالينت طبعا هذا ممكن يعمل لي جلطات بالدماغ ومصايب طلع على الارتري هذا بالله لو جينا نطلع على هذا الارتري او الاريتريول اللي موجود عندي هون شكله زي ايش زي شكل البصل زي قشر البصل هذا اللي هو اسمه ايش مالينت هايبرتنشن مالينت من ورا المالينت يعني نيفروسكليروسس <سؤال> آه بسموه هايبر آه بلاستيك الان فهم نوعين في هايبر بلاستيك اللي هو هذا انه زي قشر البصل وفي هذا اللي هو فايبرينود انه في ايش؟ فايبرس ماتيريال متجمع هون بس مش زي قشر البصل فهما نوعين يعني وهاي الصبغه اللي هي الباستين فهي بحكي لك اول نوع فايبرينود نيكروسس ثاني نوع هايبر بلاستيك اللي هو اسمه ايش اسمه؟ اونيون سكِن ابييرنس زي قشر البصل طيب نيجي الان لا اه إشي اسمه رينال ارتري stenosis هون مش بالارتريول جوا هون الارتري نفسه الارتري الكبير يعني هي عند الاورطه بطلع منها رينال ارتري من هون ورينال ارتري من هون تمام هذا renal ارتري نفسه يتضيق مش جوا الكدني نفسه يتضيق فهم بحكي لك يوني لاترال رينال ارتري ممكن 2 ل 5% من hypertension اه. كيس يعني ممكن اذا واحد اجاك عنده هايبرتنشن مش والله تمشيه على ادوية الضغط وخلاص افحصه من كل شيء ممكن يكون عنده رينال ارتيسينوس ممكن يكون في عنده آه، شو اسمه هاي اللي حكيناها قبل شوي نفروسكليروس ممكن يكون في عنده كونز ديزيز ممكن يكون في عنده كوشنج ديزيز ممكن يكون في عنده ممكن صح ولا لا فليش ما تفحصه عن كل هاي الاشياء انت قبل ما تيجي تعطيه تمشي على دواء تفكروا دائما يعني هو الاسينشال هايبرتنشن هو الموست كومن لكن هو موست كومن يعني مش هو دائما ممكن يكون هيك ممكن هيك فاذا من اثنين لخمسة بالمية من الناس اللي عندهم هايبرتنشن سببه رينال ارتي فبالتالي راح يرتفع الرنين لانه ما راح يوصل دم كافي للكلى وراح يرتفع الضغط طيب ريكوجنايز بيكوز از بوتنشالي كيورد باي سيرج اه انه ليش هذا مهم ان نكتشفه بيقول لك لانه اذا اكتشفته انت بيعملوا عمليه جراحيه بيصلحوا له هاي هيو كيورابل باي سيرج وبروح الضغط عند الزلمه بطل اللي عنده ضغط بيرجع ضغطه طبيعي فمو حرام يعني انك تلاقيه طيب باثوجينيسيس هايبرتنشن سكندري تو رينال ارتري ستينوسيس كوزد باي ايش شو رايك انت كوزد باي انكريز برودكشن اوف رينين فروم ذا اسكيميك كدني يعني الكليه بوطي صار دم كافي بصيرها شويه اسكيميا بتطلع الرينين والرينين بيشتغل شغله بزيد الضغط The most common cause of رينال artery stenosis 70% من حالات renal artery stenosis شو سببها؟ سببها تصلب الشرايين بالدهنيات اللي هو أثيروسكليروسس تصلب الشرايين اثيروميتاس بلاك كيف تصلب الشرايين لما يتصلب باي مكان بالكورونري ارتريز ويعمل لي جلطات وباي مكان ثاني هون نفس الشيء سبعين بالمية من الحالات يكون نتيجة ايش اثيروميتاس بلاك قطعة من الاثيروسكلوروسيس سكرت هاي المنطقة the second انه يكون في عندي فايبرومسكولار ديسبلازيا ديسبليزيا اوف رينال ارتري تقريبا تشبه هاي الشغلات انه نفس الارتري بكبر حجمه سواء الميديا يكبر حجمها الانتما يكبر حجمها بصير في فايبروسيز هاي ايش الثلاثين بالمية من باقي الحالات هاي بحكي لكم مثلا لو تيجي تطلع هون على الارتري هذا ايش هل اثيروميتس ولا مش اثيروميتس انا بحكي لك الطبقة هاي الفوقانية هاي اللي هي ايش السيروزا خلينا نحكي او عفوا مش السيروزا يعني الادفنتيشيا هاي الصفرة. هاي الصفرة هاي الصفرة هاي الميديا العضلات يعني وهاي السوداء هاي اللي هي انتما فبالتالي انتما وميديا وادفنتيشيا طيب في في اثيروسكلوروسس بالنص ما في معناته هاي مش اثيروسكلوروس لكن الانتي ما تطلع قديش مكبر حجمها الانتي المفروض ما يكون حجمها كثير كبير زي يعني الانتي ما كبرانا فمضيق اليومن فهذا اذا فايبرو ديسبليزيا باي قطعه بالميديا فبالتالي بسموه ميديال تايب ميديال تايب ذا ميديا شود ماركت فايبرس ثيكنينج الميديا كبر حجمها اند ذا ليومن از ستينوتيك اليومن صار له او تضيق هذا اليومن فبالتالي صار في عندي تضيق لكن مش من اثيروسكلروسيس من فايبروماسكولار ديسبليزيا الحمد لله الذي عافانا من هاي الامراض كلها والله يوفقكم ان شاء الله ويفتح عليكم وينجحكم قول الحمد لله اللي الله عافانا من هاي الشغلات ودائما يعني الانسان يدعو لنفسه للمسلمين اللهم شافي جميع المسلمين وعافيهم والله يوفقكم جميعا وكل واحد حضر هذا الفيديو الله ييسر اموره ويجعل له من كل ضيق فرج ومن كل من كل هم من فرج ومن كل ضيق وتذكروا دائما انه من لزم الاستغفار كان له من كل هم من فرج ومن كل ضيق مخرجة ورزقه الله من حيث لا يحتسب، واذا دائما تكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا يكفى همك ويغفر ذنبك، وفي روايه ويقضى دينك فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار ولا تنسونا من صالح دعائكم ودائما التوفيق من رب العالمين مثل ما زكريا عليه السلام نادى ربه نداء خفية فإيش المستحيل عند رب العالمين قال له الله سبحانه وتعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين المستحيل الله حق يقول زكريا عليه السلام وإيش وصفه بالهين عند رب العالمين يعني الهين لسه أسهل من سهل فما بالك الإشي المش مستحيل الاشي البسيط الاشي اللي بصير اذا الواحد درس وتوكل على رب العالمين الله يوفقكم وتجيبوا على علامات ويجمعنا جميعا بالفردوس الاعلى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته